زميلنا الإعلامي الأستاذ إيهاب الخطيب، ربما تكون لديه أيضاً مؤشرات حول العملية الانتخابية في النادي الأهلي، والتي تم منذ فترة عملية الفرز فيها. مساء الخير أستاذ إيهاب. مساء الخير يا استاذ رشا، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك الكرام. اهلا وسهلا يا فندم. في حد من الاصدقاء كتب تعليق لطيف قوي، قال لهم اللي يخسر في الانتخابات دي يروح يرشح نفسه في انتخابات الرئاسه ويبقى ضامن انه عمل دعايه كويسه فمش هيتعب نفسه في الجزء الباقي. يعني طبعا السوشيال ميديا والكوميكسات كتيره قوي 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 على وسائل يعني التواصل الاجتماعي. الانتخابات دي فعلا كان فيها كميه صرف كبيره جدا، ولكن مش اللي بيصرف اكتر ولا اللي بيعمل بعض الاجواء دي. خلينا اقول لك ان انتخابات العدد اللي جه فيها، انا يعني انا توقعت الانتخابات هتعدي ال 35,000 من حافز الناس ورؤيه الناس. طبعا التنظيم كان سيء جدا 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 النهارده، تنظيم داخل النادي الاهلي كان سيء، مداخل الانتخابات، توزيع صناديق الاقتراع، الامور كان فيه اختناقات كتير جدا. الحمد لله اللي عدت الامور من غير حدوث حالات اختناقات كبيره، وعادت الامور بشكل الحمد لله ميسر. كان زحام شديد جدا 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 على المكان اللي معمول فيه وعلى اماكن الدخول والخروج، تهويه قليله، المراوح اللي موجوده كانت قليله، لكن كل ده الناس تحملت ونزلت وقفت طوابير علشان تقول كلمتها. كل احترام وتقدير للجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي من وجهه نظرها كانت في اختبار صعب جدا، وكانت في اختبار كبير لان عدد المرشحين كلهم اسماء كويسه، الاثنين اللي بتنافسوا على الرئاسه الاثنين اسماء كويسه، كل واحد له مميزاته وله شغله. وان كنت شايف ان 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 النسبه اللي ماشيه دلوقتي لصالح الكابتن محمود الخطيب كانت متوقعه، من وجهه نظري كانت متوقعه ان يكون فارق بنسبه، ولسه طبعا بقيه الفرز. يعني الصناديق دي بتوازي الاثنين مع بعض، الجزيره والاهلي مدينه نصر ولا ايه؟ لا، ما انا عايز اقول لحضرتك، هي 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 انا هقول لحضرتك معلومه كده بسيطه تقدر حضرتك تقيس عليها. كل اللجان، كل الصناديق اللي موجوده وما زال بيجرى الفرز فيها حتى الان، ما فيش ولا صندوق واحد ولا لجنه متفوق فيها المهندس محمود طاهر بصوت واحد. معقوله؟ أنا بقول لحضرتك من واقع أرقام الصناديق على مسؤوليتي الشخصية، يعني أنا بقولها كده. كل الصناديق، أعيد لحضرتك ثاني الجملة، كل الصناديق وكل اللجان داخل استرداق الانتخابي للنادي الأهلي مفيش لجنة واحدة متفوق فيها المهندس محمود طاهر بصوت واحد. أصل دايما كان بيتقال إن كتلة النفوذ مختلفة ما بين الجزيرة وما بين مدينة نصر. هقول لحضرتك حاجة. لما المهندس محمود طاهر عمل اللائحة الاسترشادية اللي عملها على يومين وكانت الأمور مختلفة، لما عمل ندوة في مدينة نصر حضرها 400 واحد. لما قال لمدينة نصر هنعمل التصويت عندكم في يوم، جم 8000 واحد. بتوتال 14000 في الناديين. فالأرقام حتى اللي كانت بتيجي في الحاجات الشخصية اللي ابتدوا عليها مش كبيرة. لأن أنت النهاردة عملت يومين التفتة، يوم في مدينه نصر ويوم في الجزيره، ما جبتش اكتر من 14 صوت. فهذا كان مؤشر قوي جدا على يومين وفي ارتياحيه وموفر كل حاجه، لم تستطع ان تقنع الجمعيه العموميه ان تاتي بكامل قواها. ففي مؤشرات انا احب اتكلم بالارقام. طب بس في حاجه غريبه، يعني قناه الاهلي اللي كان بيتم اتهامها طول الوقت بالانحياز لمحمود طاهر بتعلن تقدم الخطيب الان. ما هو حضرتك دي واحد زائد واحد تساوي اتنين. واشمعنى لغايه امبارح ما كانتش ماشيه بالحياد؟ ده احد المذيعين حضرتك، انا اسف يعني مش هتكلم على حاجه عليا بشكل شخصي، طلع اتكلم، شادي محمد طلع اتكلم قال ايهاب الخطيب زملكاوي عشان كان بيغطي الزمالك قبل كده. معرفش ليه، يعني ايه علاقه ان انا غطيت نادي الزمالك قبل كده صحفيا وعمليا، او عملت حوار مع حد في نادي الزمالك ابقى انا زملكاوي واهلاوي ايا كان. يعني ايا كان، يعني اخدها بنفس المعنى اقول ان شادي محمد لعب في الاسماعيلي فهو كده اسمع، يعني ابدا. لكن حضرتك كنت بتتكلمي في موضوع من اخطر ما يمكن، وهو الحياد والتغطيه المحترمه و و و حضرتك تخيلي ان كابتن محمود الخطيب اصدر بيان هو وحملته من ثاني يوم اعلن فيه برنامجه لمقاطعه قناه الاهلي. على اي حال احنا في انتظار النتائج النهائيه اللي تقريبا يا كابتن احنا بنتكلم، كابتن ايهاب، تقريبا بنتكلم على 1 2 بالليل.
الساعة واحدة هتكون شبه المؤشرات ان هي اكتملت، على الساعة 2 كبرنا ان شاء الله، على الساعة 3 تكون الجمعية العمومية للنادي الاهلي اصواتها كلها اتفرزت، ويكون نقول للمبروك، نقول له مبروك ونقول لكل المرشحين. طب انا اكلمك واحدة اللي 5 واحدة اللي 10 اعرف منك النتائج النهائية. انا حضرتك هتبقى على الهواء لغاية الساعة كام؟ الساعة 1 ان شاء الله. وانا ان شاء الله داخل احدى البرامج الساعه 1 على الهواء، قبل ما ادخل على الهواء هكون مدي لحضرتك كل المؤشرات ومع الزملاء عند حضرتك في الاعداد كل المؤشرات الكامله بالارقام عن الحاله الانتخابيه. انا بشكرك زميلنا العزيز الاعلامي الاستاذ ايهاب الخطيب، شكرا يا فندم لمشاركه حضرتك معانا. والحقيقه ان شوفوا التنافس بيعمل ايه، فكره المنافسه وفكره انتخابات فيها نديه وفيها اجواء ساخنه دايما بيبقى فيها نوع من البهجه، لكن لو انتخابات كده ماشيه كده مفيش حملات مفيش، طبعا احنا عندنا مشكله كبيره جدا ولازم نتوقف امام، يعني ستنتهي الانتخابات بمن سيفوز، لكن بعد هذه الانتخابات ما تنتهي ويتم اعلان النتائج لابد ان نتوقف. وانا حقيقة مش عارفه مين المفروض يتوقف امام نفسه ويشوف كيف دارت هذه الانتخابات بهذه الطريقه، لكن ده بيدينا درس من الناحيه الايجابيه اللي بكلم حضراتكم عنها، التنافسيه. الله، التنافس بيبقى ليه طعم مختلف، بيكسب الانتخابات سخونه وبيدفع الناس للنزول والمشاركه.